كابتن محمود خلص قول لنا ايه على موقع الزمالك اس تي في معسكر الزمالك في السويسرا. في بقى والله اتمنى جمهور الزمالك الفرقه السنه دي شكل تاني شكل مختلف، فرقه كويسه، عملنا معسكر ناجح جدا جدا فربنا يكرمنا. تقول لنا يا كابتن على الاجابات اللي حصلت في المعسكر. والله اجابات كثيره عشان كده بقول المعسكر ناجح، يعني المعسكر ناجح يبقى فيه اكيد اجابات كثيره. اللعيبه ساعدت بشكل كويس جدا، بتمر كويس، في منافسه في المراكز كلها، في لعيبه كتير زحمه قوي السنه دي انا شايف كده. فبتمر الجمهور يعني وان شاء الله نبدا نشوف كويس. كابتن محمود، طب بتوعد جمهور الزمالك بايه السنه دي اللي انت تقدمه ليهم؟ والله ربنا يكرم من الفرقه كلها، مفيش حد من حد من شخص واحد يعني. انا عايز اقول يستنوا من الفرقه كلها موسم كويس وموسم قوي. بطمن الجمهور اللي ما كانش يتابع المؤخره، بقول المؤخره كويس، اللعيبه كلها فايقه، لعبة كتير، كل مركز دلوقتي فيه 2-3 لعبة جاهزين، لعبة سؤال. فربنا يكرمنا ان شاء الله وتبقى البداية قوية ونوصل لحياتنا ان شاء الله. كابتن محمود، كلنا لاحظنا ان في روح جديدة في المعسكر بتاع سويسرا، ممكن تحكي لنا عن الاجواء اللي كانت في المعسكر هناك بينكم بين اللعيبة الجداد وبين اللعيبة القدام؟ ما زي ما قلت الوضع دلوقتي اختلف تماما لحد ما يعني السنة اللي فاتت. السنة دي في روح جديدة، اللعيبة كلها ما شاء الله بيحبوا بعض جدا، متعاونين جدا، بيتمنوا الخير لبعض جدا. اللعيبه كلها الافكار متقاربه طبعا، التركيز كله دلوقتي ازاي ناخد بطوله، ازاي نبدا موسم قوي، ازاي نكسب، نبدا دوري بمكاسب. فده كله يعني حاجات توحيد افكار لنا اللعيبه كلها. فربنا يسهل ان شاء الله يبقى قويه ان شاء الله. يا كابتن، بالنسبه لصفقه عبد الشافي، يعني ان هو محله وحضرتك المحله من انجح الصفقات اللي عملها الزمالك في السنين الاخيره. عبد الشافي انا على المستوى الشخصي بحبه جدا، لاعب محترم ولاعب ملتزم، على المستوى الفني لاعب هايل جدا 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 وهيفيد الزمالك. الزمالك اضافه لعبد الشافي طبعا، الزمالك اسم كبير طبعا، عبد الشافي ان شاء الله يبقى اضافه للزمالك. شكرا يا كابتن.